هذه النبتة عجبتني مرة. إن بجلس أقرأ. هذا طلبنا. أهلا ورجعت لكم بفلوق. في هذا الفلوق خلاص أنا بطلع من جو الدراسة، ما راح أصور لكم أي شيء عن الدراسة. من الحين فترة اختبارات وبتبدأ الإجازة، وأخيراً بعد أطول سنة مرت علي، فقلت في هذا الفلوق ما راح أصور لكم شيء عن الدراسة أبداً. ببدأ الفلوق معكم مع بداية الإجازة، وأصور لكم خطتي في الإجازة، وش بسوي، وش فعالياتي، وكيف ببدأ إجازتي. فإن شاء الله إنه بيكون فيديو ممتع بعيداً عن جو الدراسة، اللي خلاص أتوقع إن أغلب الفلوقات اللي راحت عن الدراسة، فإن شاء الله إنكم تستمتعون فيه. بس قبل لا نبدأ الفيديو حابة أقول لكم إن الفيديو هذا برعاية مركز لين التطوير، اللي يقدمون دورات تفيدكم وتحققوا من أحلامكم وأهدافكم الجامعية. تعرفون برنامج التدرج الوظيفي في أرامكو؟ كثير طلاب الدبلوم ما يدرون إن برنامج التدرج الوظيفي في أرامكو يشمل خريجين وخريجات بعض الكليات والمعاهد، وزي ما أنتم عارفين إن أرامكو فيها استقرار وظيفي ومادي، فمركز لين التطوير حابين يفيدونكم ويساعدونكم بأنكم تعرفون البرنامج بشكل أكبر وبشكل أفضل. فمقدمين لكم بث مجاني بدون ولا ريال، بس ادخلوا واستفيدوا. هذا البث المجاني يعرف بالبرنامج وبالاختبار، بحط لكم رابط البث أو عشان تدخلون البث في صندوق الوصف، وبعد فيه القائمة بالكليات اللي يشملها هذا البرنامج أو اللي داخل فيها البرنامج هذا، فبحط لكم الروابط في صندوق الوصف. ويلا خلونا نكمل الفلوق وإن شاء الله إنكم تستمتعون فيه. هذه النبتة جتني هدية من بنت عمي، مرة حبيتها، حلوة 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 مرة. أول مرة أخذ هذا النوع من النباتات، يعني بالعادة أخذ بوتس وساق البامبو، بس هذه النبتة عجبتني مرة وشكل ورقها حلو. أول شيء أفصل نفسي عن جو الدراسة هو إني أرجع أرتب كتبي وأسوي لي كذا أجواء للقراءة، ويعني الأجواء اللي أنا أحبها. فاحتمال إني أغير مكتبتي أو إني أصير أصلا بدون مكتبة وأرتب الكتب في الأرض زي كذا، لأني مرة أحب هذه الأجواء، عرفتوا كذا صور بنترست اللي لما تكون عشوائية شوي في نفس الوقت مرتبة وعلى الأرض وما أدري شلون أوصف لكم، وحولها نباتات، فأنا ودي أسوي زي كذا. فبرتب معكم ونسوي كذا أجواء، وبعد لازم أشتري لي أشياء مفرحات كذا حقة السهر والمسلسلات وعرفتوا. فهذا الفلوق بيكون ممتع جدا، أنا متحمسة إني أصور لكم وأبدأ الإجازة معكم، لأن السنة هذه كانت مرة طويلة. والحين جالسة أذاكر الآخر اختبار وأخيرا، فأنا أبي أشد حالي فيه عشان صدق يكون ختامها مسك، واختباري بدري فيعني أخلص بكرة بدري وتبدأ الإجازة. وأخيرا أهلا، وبكذا أقدر أقول لكم إنه أخيرا إجازتي بدت. أول شيء بسويه، أمس رتبت هذه الكتب بشكل عشوائي، ودي أغير مفرشي فبغيره معكم. هذا المفرش اللي بحطه مرة حلو وخفيف، هذا مفرش الشتاء وثقيل يعني يدفي، صح إنه حلو عادي الحين ما أحس بحر، بس نفس الوقت هذا أحس إنه وقته الحين. أحلى شعور، شعور المفرش الجديد. الحين بسوي الأكل، فطلعت الستريبس وشويته في الفرن، أحسن من القلي، أقل سعرات وصار ألذ، حتى صرت أحبه، أحس إنه ألذ يعني. والله اشتقت لهالجلسة مرة كذا، اللي أجلس أتابع زي ما أبي، ما وراي هم أبدا، ما وراي جامعة. لبست البوتس كانت بدون يعني كذا بحوضها العادي، بعدين جبتها حطيتها في هذه، حسيت إنه كذا أحلى. شوفوا المالية، أنا أحب أبراج المالية مرة، فكل ما مريت من عندها استانس. المهم إني الحين رايحة أخذ آيس كريم. هذه سيارة الآيس كريم اللي جيتها، يدخل الآيس كريم حقهم مرة، فجيت أخذ منه. الحين بسوي لي قهوة، فاخترت هذا الكوب،
سوي لي بالكبسولات، مع ان الكبسولات حقتي خلصت ما عاد باقي الا شوي، بس بسوي لي هذه البنية. هذه عاد ناوية اليوم بروح اشتري معكم كبسولات. الحين بجلس اقرا، وجبت الورد هذا مرة عاجبني فحطيته. هذه الجلسة اللي افتقدها صدق، يعني المسلسلات كنت اتابع وقت الدراسة، بس وقت الدراسة ما كنت اقرا. أني أحتاج عشان أرجع حماسي للقراءة أني أقرأ كتاب حلو. هذا الكتاب عجزت أفهمه، يعني وصلت يمكن 40 كذا ما فهمت شيء، فشكلي بخليه وببدأ في كتاب حلو عشان صدق أرجع للقراءة بحماس وشغف وكذا يعني. فبخلي هذا وبدور لي كتاب ثاني حلو. اخترت هذا الكتاب وقصير بعد مرة، فحلو كبداية أني أقرأ كتب قصيرة عشان إذا خلصتها أتحمس أني أقرأ كتب ثانية. أخذت موهيتو صدق وقتها مع هالحر، احترت أخذ قهوة ولا أخذ موهيتو، بس قلت خلاص أغير عن القهوة شوي. هذه الفقرة المفضلة، جيت المستهل عشان أشوف نباتات بشتري لي وبشتري لأختي، فما أدري صراحة وش أخذ، بس أحس إن غرفتي صارت مزرعة من كثر النباتات. ريحة النباتات يا ربي أحبها مرة. شوفوا هذه كبيرة مرة، ثقيلة. في أشكال كثيرة اليوم شفتها يعني، بس مدري أصلا باخذ ولا ما راح أخذ. أنت مالهم في باكستان كله مشكلة زيادة. شوفوا اخترت هذه النبتة لي وهذه لأختي. جينا عند قهوة هنا أنا وأمي، يمدحون الفرنش توست حقهم مرة، فجينا نجربه ونتقهوى قهوة العصر هنا. هذا طلبنا، هذا فرنش توست محشي قشطة، أحس إنه ميكس غريب وعليه كراميل. أما هذا ففرنش توست عادي عليه شوكولاتة بلجيكية بس حجمه ميني يعني. هنا أمي طلبت أمريكانو وأنا اشتهيت شيء حالي، مع إنه يعني هذا حالي، بس أخذت آيس سبانش. شوفوها محشية قشطة، والله قهوتهم طعم حليب، يعني ما فيها قهوة، كثير حليب شوي قهوة. والله لذيذ، أعجبني المكس بين القشطة والفريش توست والكراميل، حلو مرة. هذا حلو بس يعني عادي، طعمه معتاد بس هذا حلو. والحين أقضي مفرحات الإجازة، أحب هالفقرة دايم لازم أسويها كبداية إجازة، اشتري لي أشياء حقت الجلسة كذا والفعاليات. شوفوا هذا زبدة الفستق مع الشوكولاتة، غريب بس أحسه ما راح يكون لذيذ. باخذ هذه كبسولات الإسبريسو حقت ستاربكس، وباخذ هذه الكابتشينو. هذه افضل كبسولات اسبريسو جربتها، اللي لونها ودي. شوفوا اندومي لحم، احس الطعم ما راح يكون حلو، ما ادري اول مره اشوفه. باخذ هذه لانه صراحه من زمان عن الاندومي، من زمان ما اكلت اندومي فباخذه. باخذ من هذا الحار والمالح. باخذ ستريبس، هذا احلى نوع جربته. باخذ الحار احلى شيء.
شوفوا النبتة، جبتها هنا يوم جبتها البيت، بخيت عليها بالبخاخ اللي يخلي الورق يلمع، فطلعت أحسن. يوم كانت في المشتل كانت مو مرة يعني مبقع الورق، صار في نقط. المهم إنه عجبتني مرة، أحسها في النهار بعد بتعطي شكل في المكان حلو. كنت محتارة أخذها ولا ما أخذها، بزين إني خذيتها، عجبتني مرة. في ركن القهوة في هنا هذا، فضيتها وخليتها للأشياء اللي شريتها هذه هي. المهم إني برتبها هنا، الكبسولات بحطها فوق والباقي برتبها في هذا الدرج. أول شيء الكبسولات بحطها في هذا، هذه بخليها تحت، شوفوا هنا في هذا اللي تحت بحطه، دام ان العلبة هذه اللي فوق امتلت. شوفوا هذا الترتيب المتواضع البسيط، حطيت كرتون الكبسولات هنا، وهذه هنا فيها الميزان والبن اللي عندي، هنا حطيت الكيسة حقت البطاطس، والباقي هنا الكبسولات. كأنه أعجبني شكل الكتب كذا، ودي أخليها، يمكن أخليها كذا مبدئيا لما أطفش منها بعدين أجيب لي مكتبة، لأني ودي يعني المكتبة الجديدة ما ودي أشتريها كذا وأنا مستعجلة، ودي أجيب لي نوع مرة ممتازة يعني، وخشبة خشبة قوية، عاد خشبة أو حديد، بس أبي مكتبة تكون قوية يعني، عرفتوا؟ لأن هذه كل شوي كان يطيح رف منها، للحين ما طلعتها، بس المهم إنه كان كل شوي يطيح منها رف، فيعني متعبة أقعد أرتب الكتب من جديد وأركب الرف من جديد، فأنا أبي شيء مرة قوي. قلت هذه المرة ما راح أشتري مكتبة وأنا مستعجلة، خلي على راحتي، متى ما لقيت مكتبة جودتها ممتازة جبتها. فمبدئيا بخلي الكتب كذا يعني، كنت ناوية إني أشتري المكتبة معكم ونرتب الكتب مع بعض وكذا، بس شكلي بخليها كذا. وكذا نكون انتهينا من الفلوق، إن شاء الله إنكم استمتعتوا، إن شاء الله الفلوق أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم.